في كل عام وفي يوم سبت النور ينبثق النور من القبر المقدس بكنيسة القيامة في القدس، معلنا قيامة السيد المسيح من بين الأموات. بينتقل النور للأردن ومن ثم يوزع لجميع بقاع العالم. في هذا التقرير نعرض لكم محطات وصول النور المقدس إلى عمان وتسليمه للوفد اللبناني. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. استقبلت الكنيسة في الأردن النور المقدس المنبعث من القبر المقدس في كنيسة القيامة في مدينة القدس، حيث أحضر النور المقدس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان لكنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في منطقة الصويفية بعمان. بدأت مراسم الاحتفال بالطواف المهيب بالنور في شوارع المحيطة بالكنيسة، ومن ثم تليت الخدم والصلوات الروحية معلنة قيامة السيد المسيح من بين الأموات. وبعدها قام سيادته بتوزيع النور على المؤمنين الحاضرين في الكنيسة. وبهذه المناسبة قدم سيادته كلمة روحية لجموع الحاضرين وقال: إن نور المسيح أنار دربنا من فلسطين الحبيبة إلى عمان، ما هو إلا بركة ونعمة ننقلها من الأرض المقدسة للعالم أجمع. فنور القيامة ما هو إلا لتأكيد على وجودنا المسيحي العربي في الأماكن المقدسة في بلادنا، فنحن جزء رئيسي من المكون الاجتماعي في شرقنا، وهذه البلاد التي نعيش فيها هي بلادنا، وبالتالي هي رسالة محبة وأخوة وسلام لكل العالم. وأضاف عطلة أن القيامة بالنسبة لنا هي انتصار الحياة على الموت وانتصار الحق والنور على الباطل، وبالتالي يجب أن لا نيأس مهما كانت قرارات سلاطين العالم التي نراها ونسمعها، ويجب أن يكون لدينا دائما رجاء بالقيامة. وبعدها حمل المطران عطلة النور المقدس ليسلمه للوفد القادم من الجمهورية اللبنانية، والذي ضم شخصيات أرثوذكسية وأباء كهنة وأعلاميين، وبحضور النائب نقول نحاس وأمين عام اللقاء الأرثوذكسي مروان أبو فاضل. وسارع الآباء والكهنة إلى إنارة شموعهم منها والاحتفاظ بها، وذلك في تقليد يسكن عمق الوجدان الأرثوذكسي في لبنان. مسيح قام، حقا قام، كريستوس أنيستي، كريستوس أنيستي، مسيح قام، حقا قام. وبعدها توجه الوفد اللبناني إلى مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، حيث سمحت إدارة الميدل إيست وبصورة استثنائية بنقل الشموع المضاءة بنور قبر السيد المسيح على متن رحلاتها المتجهة إلى بيروت ليحتفلون بها بخدمة الهجمة وقداس الفصح المجيد.